اليوم يشرفنا حضور الدكتور هنادي مبارك المباركي، مستشارة في التنوع الاقتصادي والابتكار ورئيسة المؤتمر والمؤسس شركة ايكو سيستم للاستشارات الإدارية، وراح نتكلم معاها عن المؤتمر الافتراضي الخليجي الرابع لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال. يا حياك الله والساعة المباركة دكتور هنادي. أتشرف دوما في استضافتي في هذا البرنامج المميز. حياك الله الساعة طبعا المباركة. أكيد دكتورة هنادي ما هي زيارتها الأولى لنا في صباح الخير الكويت، ودائما في برنامج صباح الخير الكويت توافينا بالجديد حول صحيح. المؤتمرات والمشاركات اللي ما شاء الله تشرف عليها، ويعني اكيد بنستفيد مع المشاهدين وبنسمع منك دكتوره ايضا حوارنا عن هذا المؤتمر، فحياك الله واذا تعطينا فكره عن هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، ينطلق من دوله الكويت مناره العلم والثقافه المؤتمر الافتراضي الرابع لدعم منظومه الابتكار ورياده الاعمال والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا تحت رعايه معالي وزير التربيه ووزير التعليم العالي دكتور حمد العدوي في يوم 20 إلى 22 يونيو من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 9 مساء على منصة هوفا للذكاء الاصطناعي. جميل جدا، ناخذ الفكرة من هذا المؤتمر دكتور هنادي. إيه نعم، انطلقت فكرة هذا المؤتمر عبر مبادرتي الخليجية اللي أطلقتها عام 2020 والتي تركز على الاقتصاد الرقمي الذكي المستدام القائم على البرامج الحديثة مثل برامج الابتكار وبرامج نقل وتسويق التكنولوجيا وبرامج الذكاء الاصطناعي وكذلك برامج ريادة الأعمال. دكتورة ليش ركزتوا على موضوع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا؟ هل لأنه هو موضوع العصر اليوم وأنه هو موجود وكذي يعني؟ أنت الحين خليتنا نبتدي في شعار المؤتمر، أطلقنا شعار المؤتمر لهذا العام الابتكار والذكاء الاصطناعي هم أدوات القرن التكنولوجي وهو القرن 21. كلنا نستشرق ونستشرف القرن 21 وهناك أدوات للقرن 21 وهما الابتكار والذكاء الاصطناعي. مخرجات الابتكار والذكاء الاصطناعي هم مخرجات مميزة، هم من أنقذوا البشرية عندما ألمت فيها الكارثة الصحية كوفيد-19، فكانت مخرجات الابتكار والأدوات والاستراتيجيات الخاصة في الذكاء الاصطناعي هم من قاموا بحل هذه المشكلة. عجيب. جميل جدا، إذن هناك أهداف لهذا المؤتمر ورؤية واضحة أكيد، فنتكلم عن هذه الأهداف اللي تسعون إلى تحقيقها أكيد. أي نعم، عندنا أهداف مميزة قام عليها هذا المؤتمر وإحنا في نسختنا الرابعة، وأنا ما أسمي مؤتمر إنما أسمي المحفل الخليجي السنوي الذي تجتمع فيه الأسرة الخليجية والأسرة العربية لتبادل الخبرات والشراكات المميزة. يهدف المؤتمر إلى تمكين الاقتصاد الرقمي، كذلك يهدف إلى تمكين المخترعين والمبتكرين وكذلك تمكين التنويع الاقتصادي القائم على البرامج الذكية وكذلك تمكين النمو الذكي لاستشراق واستشراف المناطق الذكية وكذلك تمكين منظومة الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. نعم دكتورة، قاعد نسمع كثير من الناس اليوم يسولفون عن الذكاء الاصطناعي وان اليوم بياخذ وظائف وان اليوم يالف وان يدش في مجال الطب والتصنيع وغيرها، فلا شك ان مناقشه مثل هذا الموضوع في المؤتمر وطرحه اليوم شيء مهم جدا، فايش كثر ممكن انه ياثر على حياه الانسان اليوم هذا الموضوع؟ الذكاء الاصطناعي والابتكار هم استثمار طويل الاجل ومخرجاتهم يتم استخدامها لتسهيل الحياه الاجتماعيه وكذلك القيمه المضافه الاقتصاديه. الابتكار يخلق فرص عمل وكذلك الذكاء الاصطناعي يخلق فرص عمل جديده وتختفي فرص عمل اخرى، فهذا لا يعني أن وجود الذكاء الاصطناعي نحن من يتحكم في الآلة وليس الآلة تتحكم فينا. فهذا يعني ليت نحن بس نحطه بين قوسين أن نحن الإنسان هو الذي يتحكم في الآلة وليس الآلة تتحكم فيه. فالذكاء الاصطناعي هو برمجيات
الآلات وهو روبوتات ما راح يتحكم فينا، إنما الإنسان يتحكم فيها. يعني من صنع الإنسان اللي راح يتحكم فيها. المؤتمر أو المحفل اللي راح يقام إن شاء الله على مدار يومين، ثلاثة أيام. جميل جدا. هناك مشاركين في هذا المؤتمر، نتكلم عن المشاركين دكتور هنادي. أي نعم، يضم هذا المؤتمر 220 خبير خليجيا وعربيا، كذلك يضم هذا المؤتمر 54 مخترع ومبتكر خليجي حصلوا على براءات الاختراع وسجلوها دوليا وحصلوا على جوائز مميزة، فنستضيفهم حتى نسمع منهم آخر ما توصل للعلم، وهما كوكبة من العلماء الذين يعني يقومون بالارتقاء في منظومة الابتكار في دولهم الخليجية والعربية. معانا بإذن الله راح يكون 50 شركة استشارية واستثمارية تستثمر في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والقطاع الصحي، وكذلك في الاستشارات الإدارية والاقتصادية. ومعانا بإذن الله راح يكون مجموعة من المنظمات العربية والمنظمات الدولية، وكذلك ستشارك معنا كذلك الأسرة الدبلوماسية، هناك سفراء وهناك ملاحق اقتصادية راح تكون. يعني نقدر نقول هذا محفل خليجي عربي تستضيف دولة الكويت سنويا. أخذت إيكو سيستم أو دكتورة هنادي المباركي عبر مبادرتها أن تقيم هذا المحفل سنويا في دولة الكويت، وعندنا محفلين، المحفل الأول هو المحفل الخليجي، أما المحفل الثاني وهو نهاية السنة في نوفمبر من 13 ل 15 هو المحفل العالمي. والمحفل العالمي يتكلم باللغة الإنجليزية، أما المحفل الخليجي والعربي لغة المؤتمر ستكون باللغة العربية. نعم دكتورة، ذكرتي المنظومة الابتكارية اليوم، وودي أسألك يعني شنو ينقصنا اليوم عشان نوصل لمثل هذه الأفكار؟ الحمد لله وصلنا إلى ما تصل إليه الدول المتقدمة، وهذا ما نفتخر فيه ونفتخر في أجيالنا وكوكبة من العلماء. لدينا العلماء ولدينا المخترعين ولدينا المبتكرين ولدينا مراكز الابتكار، ودولنا أطلقت الصناديق السيادية لخدمة المخترعين والمبتكرين وكذلك الشركات الناشئة، فلن ينقصنا أي شيء حتى نكون في مقدمة الركب. صحيح. وها نحن الآن نتكلم عن منظومة الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا للسنة الرابعة، تماشيا مع رؤية الكويت 2030 وموائمة التنمية المستدامة 2035. لكن أقصد أنا يعني ما ينقصكم تشجيع الناس اليوم، دعمكم، يعني مثل ما نقول تفاعلهم بالسوشيال ميديا مثلا من هذا النوع؟ موجود، تفاعلهم موجود، والمنصات موجودة كثيرة والمساحات كثيرة والمبتكرين والمخترعين كثر، لذلك هذا المحفل يبرزهم حتى نتعرف على الجهات. إذا تكلمنا عن المشاركين والجهات، يتم اختيار الجهات تبعا لدعمهم لمنظومة الابتكار. هناك جهات مميزة خليجية لا يعلم عنها الكثير أنها تعمل لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. جميل جدا. راح نتطرق لشعار هذا المؤتمر لهذا العام وأيضا إلى طريقة التسجيل للحضور في هذا المؤتمر. أي نعم، أول شيء نود أن نركز على أهداف المؤتمر. إذا كانت أهدافنا مميزة إذا مخرجاتنا مميزة. فأهم أهداف هذا المؤتمر هو تمكين الاقتصاد الرقمي وتمكين المخترعين والمبتكرين، وكذلك تمكين النمو الذكي عبر المناطق الذكية، وتمكين منظومة الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، وتمكين التنويع الاقتصادي. هذه مجموعة من الأهداف التي يهدف إليها، وكذلك تمكين تطبيق الابتكار واستراتيجيات الابتكار في المناهج التعليمية. أما بالنسبة للتسجيل لهذا المؤتمر، يفترض أن في إحنا نطبق الابتكار والتكنولوجيا، وتسجيلنا راح يكون إلكتروني عبر تليفون اللي نحطه على الكادر فقط. ينزل الحين بس يسجلون في هذا التليفون توصلهم
لهم الدعوة إلكترونيا ويستطيعون استخدام هذه الدعوة لدخول المؤتمر. ما في موقع إلكتروني يسجلون فيه دكتورة؟ التسجيل عن طريق في موقع إلكتروني يقدرون يسجلون عنه، بس الأسهل الحين التسجيل عبر الواتساب عن طريق هذا التليفون، بس يدخلون توصلهم مباشرة رسالة، لا توصلهم رسالة إلكترونية فيها الباركود، وهذا الباركود مباشرة يدخلهم على المؤتمر. نحن يعني مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي لازم كل شيء عاد يكون موجود. اي نعم فهذا اللي يعني نحاول نطبقه ونمكن يعني خلينا نقول الخدمات الافتراضية والتكنولوجية ان شاء الله. شفنا مع المشاهدين قبل شوي صورة اللي هو المنشور للمؤتمر، اتمنى اذا موجود يحطونه مرة ثانية نشوفه، لانه في اعداد المشاركين وايش كثر يعني ممتاز. هذا ما نسميه احنا سنويا حقائق المؤتمر حتى نرتقي فيها. نعم مثل ما قاعد نشوف عندنا يعني ما هي حقائق المؤتمر الخليجي لعام 2023، فهذه نقدر نقول معظم الاشياء اللي بنيت عليها توصيات المؤتمر. 220 خبير راح يشاركون معنا، عندنا 30 جلسه مناقشات مستديره، وعندنا كذلك 36 شخصيه قياديه وزاريه على مستوى الخليج راح يشاركون معنا، عندنا 11 ساعه يوميا للمؤتمر هذه، وعندنا مفاجاه يعني ان شاء الله نخليها حق المره الجايه، واللي هي دولة الكويت ستطلق النسخة الثانية من المسابقة الدولية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وسنعلن عنها إن شاء الله لاحقا ما هو يميز هذه المسابقة لعام 2023. حلو هذا السبق اللي صار لنا في صباح الخير الكويت من قبل دكتور هنادي، وإن شاء الله التوفيق دائما ثالث وفال المشاركين في هذا المؤتمر. كلمة حابة تقولينها في ختام هذا اللقاء الجميل مع حضرتك؟ أشكركم على استضافتي، وأتمنى من الجميع المهتمين المختصين الاستفادة من هذه الخبرات المميزة، المزيج من الخبرات المميزة، الخبراء الخليجيين والعربيين الذين يجتمعون في هذا المؤتمر للاستفادة من خبراتهم، في حين أن مؤتمر نحب ننوه أنه هو مؤتمر مجاني، لا نسعى إلى الربح والدخول إلى هذا المؤتمر كذلك مجاني، فنود أن الجميع يستفيدون من هذه الخبرات أو من هذا المحفل الخليجي العربي السنوي. شكرا لجهوداتك الجميلة والرائعة اللي دائما تثري فيها الساحة المحلية والعربية والعالمية، ونتمنى دائما الريادة في هذه الإنجازات. أشكركم جزيلا على استضافتك. شكرا الجزيل للدكتور هنادي مبارك المباركي، مستشارة في التنوع الاقتصادي والابتكار، ورئيسة المؤتمر والمؤسس لشركة إيكو سيستم للاستشارات الإدارية. ومتودينا نعم أكيد أحب كذلك أشكر الدكتورة وأقول على أن العالم اليوم متغير، وموضوع التكنولوجيا كذلك يعني حديث الساعة اليوم، وبحاجة نحن إلى مثل هذه المحافل نقدر نقول أو المؤتمرات اللي تناقش هذا الموضوع، ودائما نذكر الناس بأهمية الاطلاع حول مواضيع البرمجة والتكنولوجيا.